بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة ومهمة هنتكلم فيها عن بحث علمي جديد بيعرفنا ولأول مرة السبب الخفي وراء العقم عند بعض الرجال. في حوالي 30% من الذكور الذين لا يستطيعون الإنجاب بيكون السبب مجهول، بيبقى فيه مشكلة في الحركة، مشكلة في العدد بتاع الحيوانات المنوية أو تشوهات في الحيوانات المنوية، والطبيب المعالج طبيب الذكورة بيكتب الأدوية المعروفة في الأمور دي والمكملات الغذائية، ولكن لا تؤتي نتيجتها المرجوة. والطبيب بيقول للمريض ان احنا ما نقدرش نعمل حاجة، احنا عندنا حوالي 30% من الأسباب بتاعت يعني نقص الخصوبة غير معروفة عند الرجال. فالبحث بتاعنا النهاردة بيقدم أو بيعرفنا إيه السبب الكامن أو الخفي وراء الموضوع ده، وده مهم جدا للمرضى وللأطباء بتوع الذكورة علشان نقدر نمشي بقى في الاتجاه الصحيح، ونقدر النسبة دي من الرجال نقدر نعالجها، وكمان النسبة الأخرى نقدر نسرع من العلاج بتاعها. ايه الحكاية بقى بتاع بحثنا النهاردة اللي يعني كان مفاجأة رهيبة جدا؟ من المعروف ان في حاجة يا جماعة اسمها الميكروبيوم. يعني ايه الميكروبيوم؟ يعني احنا مش عايشين لوحدنا في الدنيا، احنا عايش معانا كائنات كتير جدا ربنا خلقها موجودة في كل حتة في جسمنا، موجودة ومركزين عليها قوي في الأمعاء والقولون والبكتيريا والكلام ده، والناس عارفة الحكاية دي إن عندنا بكتيريا كتيرة جدا في القولون. المفاجأة بقى إن إحنا عندنا بكتيريا طبيعية عايشة في السائل المنوي، وبكتيريا طبيعية عايشة في المهبل وعند الستات، ومعروف ان في نوع من البكتيريا اسمه لاكتوباسيلس بيأثر في الخصوبة عند الستات، تمام، وله علاج، ويقولوا اعملوا يعني دش بمواد قلوية زي البايكربونات والحكاية دي. الجماعة بقى بتوع جامعة University of California Los Angeles، قسم اللي هم قسم اليورولوجي ده، قسم المسالك البولية، حبوا يشوفوا ايه اللي بيحصل في السائل المنوي عند الجماعة اللي خصوبتهم ضعيفة ديت، وهل الميكروبيوم اللي عندهم له علاقة بالخصوبة. فجابوا عينات من 73 ذكر، 73، ودي اكبر دراسة اتعملت على عدد من الرجال، 73 ذكر طبيعيين انجبوا سابقا قبل كده ومعروف ان السائل المنوي بتاعهم طبيعي، وجابوا مثلهم عينات بتاعت سائل منوي لذكور عندهم مشاكل في الحركة ومشاكل في العدد، وبقوا يحللوا بطريقة بيولوجية يعني معقدة انواع البكتيريا اللي موجودة في السائل المنوي بتاعتهم، هل في اختلاف بينها وبين الطبيعي، وهل ممكن تكون البكتيريا دي لها علاقة بموضوع العقم. فلقوا في اختلاف كبير جدا في أنواع معينة من البكتيريا اللي عايشة جوه السائل المنوي، وهذا الاختلاف بيؤدي إلى حدوث تشوهات ومشاكل في الحركة بتاعة الحيوان المنوي، وبيؤدي إلى مشاكل في العدد في التركيز. فمثلا بالنسبة لمشاكل الحركة، مشكلة الحركة بتاعة الناس اللي عندها مشكلة أو ضعف في الحركة بتاع الحيوان المنوي، احنا عارفين الحركة الطبيعية للحيوان المنوي انه بيمشي في خط مستقيم، الذيل بتاعه بيتحرك ولكن بيمشي في خط مستقيم. لو الحركة عندنا فيها مشكلة، اما الحيوان المنوي يبقى ساكن مكانه، او ان هو بيلف حوالين نفسه في اتجاه دائري سواء اليمين او الشمال، وبالتالي ان هو مش هيقدر يمشي الطريق بتاعه ويصل الى تلقيح البويضة. فلو عند الناس اللي عندهم مشكلة في الحركة، مشكلة في الموتيليتي، لقوا في نوع من البكتيريا عايشة عندهم بتركيز عالي جدا اسمها لاكتوباسيلس انيرز، لاكتوباسيلس
نوع من البكتيريا اسمها لاكتوباسيلس. البكتيريا اللي احنا بنسميها بكتيريا الزبادي، العرب بيطلقوا عليها بكتيريا لان هي اللي بتعمل لنا الزبادي، بنحطها على اللبن بتعمل لنا بكتيريا الزبادي. هتقول لي طب ما هي موجوده في الزبادي، يعني ايه المشكله عندها انها تبقى موجوده في السائل المنوي؟ قال لك لا، في الزبادي بتعمل لنا زبادي، لكن في السائل المنوي البكتيريا دي بتعيش على السائل المنوي، على الفركتوز والسكريات اللي موجوده فيه، وتنتج لنا ماده حامضيه اسمها لاكتيك اسيد، حامض اللاكتيك، المادة اللي بتلسع شوية في الزبادي بالذات لما يتساب كتير كده تلاقي فيه مادة حمضية. المادة الحمضية دي بتسبب التهابات، وهذه الالتهابات بتشكل بيئة غير مواتية للحيوانات المنوية وبتؤدي إلى ضعفها ونقص الحركة بتاعتها. فدي أول مشكلة عرفوها بسبب أو بتسبب إلى نقص الحركة ومشكلة في الحركة عند الحيوانات المنوية. خد عندك بقى المفاجأة الجاية كمان، لقوا في كمان ميكروبات أخرى، أنواع أخرى من البكتيريا من عيلة تانية اسمها السودوموناس، اسمها السودوموناس، لها علاقة بالتركيز بالعدد. فمثلا الميكروبات اللي هو ميكروب اللي اسمه سودوموناس ستوتزيري، نوع من البكتيريا، طبعا اطباء الذكوره هم اللي هيعرفوا بقى الحاجات دي، تمام. لقوا ان هذا النوع من البكتيريا نسبته بتعلى، وكل ما تعلى كل ما العدد بتاع الحيوانات المنويه يقل، لها علاقه بالعدد. وفي ميكروب تاني اسمه سودوموناس بيوتيدا، ده تركيزه بيقل كل ما الحركه كل ما العدد اتغير وقل، يعني في مشكله في لخبطه في عدد في الميكروبات دي، السودوموناس ستوتزيري والسودوموناس بيوتيدا لهم علاقه بالحركه. يبقى بكتيريا اللاكتوباسيلس لها علاقه بالتشوهات بالحركه بتاعتها، وبكتيريا السودوموناس لها علاقه بالكونسنتريشن بالتركيز او بالعدد، عدد وحركه. طيب يعني دي اول دراسه تتعمل واول دراسه تفاجئنا بهذه النتيجه. طب احنا بقى نعمل ايه؟ احنا بقى نعمل ايه لو ان احنا رحنا للدكاتره ولقينا ان الدكتور قال لك عندك مشكله في العدد، عندك مشكله في الحركه، وخد الادويه الاتيه، خد العلاج ده وامشي عليه، وهنتابع بالتحليل السائل المنوي نشوف في تحسن في العدد او في الحركه. ولقينا مفيش تحسن، هنبدا نكلم الدكتور على ان احنا نعمل مزرعه للسائل المنوي. هيقول لك ده انت ما عندكش التهابات، ان هو بياخد عينه يشوف فيها بكتيريا ضاره ولا، قول له في بكتيريا عاديه، بكتيريا ليست البكتيريا الممرضه المرضيه، بكتيريا اللي عايشه طبيعي في السائل المنوي عند الناس اللي بتخلف واللي بتخلفش، تمام. احنا عاوزين نشوفها زايده ولا لا، قله ولا لا، تمام. وبالتالي ان احنا برضو حتى عند الناس دي اللي ما عندهاش التهابات في المجاري البولية ولا التهابات في السائل المنوي ممكن ندي مضاد حيوي، نعمل مزرعة ونشوف المضاد الحيوي الأكثر فعالية ونديه، تمام. بتبقى عيلة كده اسمها الكينولونز، دي أشهر حاجة، الأكثر حاجة بتجيب نتيجة في الالتهابات دي، تمام، منها السيبروفلوكساسين واللوموفلوكساسين. الادويه دي طبعا لازم الدكتور هو اللي يكتبها لك وهو اللي يقرر العلاج، احنا ما نقدرش تبقى من النت كده تاخد علاج، لكن انت ممكن تلفت نظر الدكتور للفيديو ده وتقول له يا دكتور انا ممكن يكون عندي ميكروبات، انا قريتها في بحث وانا هحط لكم في صندوق البحث ملخص باللغه العربيه وملخص باللغه الانجليزيه ومصدر البحث، بحيث ان لو الطبيب حب يطلع عليه يجي مصدره ويقيمه ويشوف يعمل ايه مع المرض. فالمضاد الحيوي ممكن ينفع لنا في 30% من الحالات اللي بيحصل فيها تاخر في الانجاب عند الرجاله او نقص في الخصوبه او كلامنا التي لا يعرف السبب بتاعتها. الميكروب الذي ليس ميكروب مرضي، ميكروبات طبيعي بيسموه مايكروبيوم، يعني ايه؟ يعني ميكروب عايش طبيعي، بس اذا حصل خلل في عدده قوي
هيطلع لنا مواد ضارة، المواد الضارة دي بتأثر على العدد وبتأثر على الحركة وبتأدي للعقم، والدكتور بيمشي في اتجاه تاني يدي فيتامينات ويدي مقويات ويدي حاجات كتيرة، ونتيجتها ما بتجيبش النتيجة المرجوة منها، نظرا لأن الميكروب ده وهو عايش ما بيضيع كل تأثير أو مفعول الأشياء دي. قبل ما أختم، في حلقة أنا عملتها قبل كده عن إزاي نزود الحركة ونزود الكاونت بتاع العدد يعني بتاع الحيوانات المنوية، انا هحط لكم اللينك بتاعتها في اخر الفيديو ده بحيث انت تشوفها وتشوف ايه الادوية والفيتامينات، او مثلا لو في سمنة وزن زايد ممكن نخفضه يقدر يحسن لنا الحركة ويحسن لنا العدد بتاع الحيوانات المنوية. واذا ما كانش في نتيجة لهذه الادوية انت بتتجه ناحية اتجاه المضادات الحيوية اللي نقدر ننظف بيها الميكروبيوم بتاع السائل المنوي ونقلل كميته بحيث ان احنا نقدر ايه نحصل على تأثير ايجابي في موضوع الحركة والحاجات. تاني حاجة عاوز اقولها كمان يا جماعة، العلاجات دي والادوية دي ما بتجيبش نتيجة في يوم وليلة، يعني انت ما تاخد مضاد حيوي هتاخد لمدة شهر وممكن شهرين، وما تنتظرش النتيجة بعد أول جرعة ولا أول جرعتين، ولا أنت بتاخده كل شهر بتحلل وتشوف التحسن شكله إيه مع الأدوية التانية اللي يكتبها الدكتور زي الفيتامينات والعلاجات العادية. ده اللي عندنا النهاردة بالنسبة للحركة بتاعة الحيوانات المنوية وبالنسبة للخصوبة والكلام ده، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.